يعني عالم لحاله، علم لحاله كيف أنواع وكيف مرضى الاستقصاءات، مرضى انحلال الدم. عم نحكي إن شاء الله بهالحالة بنغطي أشياء كثير فيها. طيب، 25 سنة، مريضة ما عندها سابقة مرضية، بالإسعاف بسبب confusion يعني ما أعرف، يعني disoriented مريضة. No history obtained from the patient، ما بتحسب قصص سرية لأن هي عندها confusion. Physical examination، عندها حرارة، عندها إكيموسيس يعني عندها مثل تحت الجلد في بعض النزيف. Otherwise normal. تمام، وفي عندها بعض اليرقان كمان، بعض اليرقان على الوريدة. تمام، طيب طلبنا لها مثل ما حكينا احنا دائما قصة سريرية، فحص سريري، بعدين طلبات نطلب. مريضة في عندها أنيميا، عندها الام سي في طبيعي، وعندها ايش اللي حكينا الصفيحات البليتلتس كثير واطي، كثير واطي البليتلت. طيب، في عندك هلا عملنا لها وظائف الكلية كان عندها مرتفعة 2.7، الجي اف ار تبعها تحت 30، وعندها عملنا لها ال دي اتش كثير مرتفع. ال دي اتش هو احد الفحوصات اللي بدنا نعملها بدلنا على قديش في تحطيم لكرة الدم الحمراء، لما ارتفع كما كان أكثر. الطبيعي بين المختبرات مختلف، يعني بعض المختبرات لحد 250 طبيعي، لحد 350، في مختبرات لحد 300 بشكل مختلف، ولكن بشكل عام 2000 رقم كثير عالي، يعني رقم عن انحلال دم شديد. فأنت عندك هلا إيش؟ عندك نورموسيتيك أنيميا، نورموسيتيك أنيميا مع مشاكل بالكلية، مع دلال انحلال، مع نقص بالصفيحات. شو اللي احنا ممكن نفكر فيه بشكل اساسي بمريضه صغيره بالعمر عندها جاي بكونفيوجن او اعراض عصبيه؟ هذا معروف المرض، نحن كيف نعرفه؟ نعمل الطاقه اللي حكينا. الطاقه كثير مهمه بكثير اشياء لما نتعود نسويها. ايش هدول عندك؟ هدول الخلايا عندك كره الدم الحمراء شكلها جيد نورموسيتيك، عندك سنترال بالر يعني طبيعي، ولكن عندك بعض الخلايا مختلفة عنها. هلا هي ايش هي؟ هي سفيروسايت. سفيروسايت هي مثل الهلمت سيل، هي اسمها الشيستوسايت. هدول معظمهم شايفين الشيستوسايت، هدول كلهم يعني هدول خلايا دم حمراء محطمة يعني نص خلية أو شكلها يعني مثل مأكول منه شيء. يعني هي مثل اسمها defragmented. defragmented يعني مقسمة أو مقطعة أو محطمة. هي الأحمر، إيش الأحمر هذا؟ حكينا فيه المرة الماضية، الأحمر هو platelet، هي صفائح دموية كبيرة الحجم، يعني حتقرب لها شوي من حجم كرة الدم الحمراء، نص حجمها، هي لازم تكون أقل بكثير، تكون عبارة عن نقطة. هي اسمها جاينت بليتلت، جاينت بليتلت. فعندك مريضة في عندها أعراض عصبية والنورموسيتيك أنيميا والثرومبوسيتوبينيا، نازل كريات نازل الصحيحات ومشاكل بالكلية، وعندك هي فراجمنتيشن، هي تيبيكال هي لمرض اسمه تي تي بي. هذا المرض ليش ركزت عليه؟ لما راجعنا كثير معلومات لما نحكي فيها ان شاء الله. زائد المرض هذا كثير بحبوا الامتحانات، يعني معظم امتحانات الوردات الامتحانات الخارجيه كلها بركزوا على التي تي بي. بالعربي ما بعرف شو تي تي بي، بس ثرومبوسايتوبينيك بوربرا ثرومبوتيك، اول وحده التي ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بوربرا، يعني تجلطات ونقص صحيحات، وبوربرا هو يعني تغير في لون الجلد او نزيف تحت الجلد. تمام، فهي هي typical history. كثير بتجي. ليش بتجي؟ في كثير احيانا نحن عندنا بعض الامراض هي امراض نادره بس الامتحانات محبوبه، الامتحانات بحبوها وبجيبوها كثير. السبب انه هي عباره عن امراض يعني بتجي عند الصغار بالعمر، فيها شفاء، فيها لعبه بالتشخيص.
في حدا كتب فرفرية طقس في حالة تخثري تماما. فهلا ليش بجيبوا امتحانات في مرض هاد وامثاله كثير نادره مو كثير شائعه؟ لانه اذا ما عرفت العلاج، اذا ما عرفت التشخيص ما بتعرف علاج، ما عرفت العلاج احتماليه الموت 100%. يعني مريضه هاي عارف شو المشكله، ما عالجها بشكل يعني صحيح، مريضه بتموت. تمام، وامثال امراض اخرى نادره كما اذا ما عرف التشخيص والعلاج مريض ممكن يموت، عنده very high mortality rate حد ما نعرف. طيب هلا هي شو نتذكر نحن شو سبب السريع عن الفيزيولوجي تبع المرض هذا او الباثوفيزيولوجي. يعني عندنا بروتين بتاع الكبد اسمه ادم تي اس 13، ادم تي اس 13 بجوز تعرفوه، بتخيل عايزة بشكل سريع بتعرفوه سمعين عنه. هذا عندنا بالكريد، عندنا بالدم الفولمبرنت فاكتور في دبليو اف. تمام، هذا عبارة عن فولمبرنت فاكتور بالضبط بالعوامل التخثرية بيعمل الخثرة، بالضبط بالعامل الثامن فاكتور 8 وبصفة حادة دموية، وفيه يعني فيزيولوجي معينة حتى هو يعمل الخثرة الدموية. تمام، هذا الفولمرنت فاكتور تمام هو عبارة عن حجمه كبير، حجمه طويل. تمام، الادم تي اس 13، الادم تي اس 13 وظيفته انه هو يعمل كليفج او يعمل يسك، يعني يقطع الفولمرنت فاكتور عشان هو يقوم بعمله بشكل صحيح. تمام، جميل كيف عمل الادم تي اس 13، قطع هذول الفولمرنت فاكتور، ارتبطوا بالصفيحات، ارتبطوا بالعامل الثامن، تكونت الخثرة. هذا اسمه normal hemostasis. جسم الإنسان الله خلقنا دائما عندنا نزيف، دائما في عندنا تخثر بشكل مستمر، ننزف ونتخثر، بس في بالانس. في بالانس هو اسمه hemostasis، في بالانس بين النزيف وبين الخثرات. إذا صار في هالبالانس أو بهالتوازن صار في خلل، عنده بصير مشاكل، يا يعني مشاكل بالنزيف، يا يعني مشاكل بالتكون الخثرات. تمام، فالنورمال هيموستاسيس هي الفيزيولوجيا اللي بتعمل لك الخثره بشكل طبيعي، بتعمل لك الشيء يكون بدون ما يكون في لا نزيف زائد ولا تخثر زائد. هلا الادم تي اس 13 ما عندك اياه، ما حيصير في كليفج، ما حيصير في تقطيع ب هالعامل هذا الفولنبرنت فاكتور، فبتم كبير ما بتقطعه فبتجمعه بطريقة هاي، فبيساوي عندك مشاكل، بيساوي عندك خثرات كبيرة. تمام، فالنورمال هيموستاسيس ما بينجح. تمام، وهل الشيء هذا بياكل، يعني عندك الشيء هذا بياكل صفحات دموية، بصير عندك تخثر زائد، بسحب عنده صفحات دموية، بصير عندك النقص صفيحات، بصير في عندك انحلال دم، نقص صفيحات، بصير في عندك كده مشاكل التانية كمان. هذا كمان تقريب سريع للطريقة النورمال، كيف عندك شو اسمه وورم ريد فاكتور الادم تي اس 13 كيف طبيعيا بيحطمه هو بيحطم يعني بشكل سلبي، يعني بيكسره بيعمله طبيعي عشان يعمل وظيفته الطبيعية، ولكن في حال ما صار الشيء هذا فبتكون عندك خثرات بسبب عدم تقطيع هالعامل هذا، فبشكل عندك الخثرة خلال تجميع عوامل العامل الثامن مع الصفيحات مع العوامل هاي، بس عندك خثرة. تمام، فهي تقريبا بسط هذا الموضوع كيف نحن نفهم كيف صار المرض هذا. هلا الفكره كمان الرئيسيه هو العلاج. تمام، العلاج تبعنا نحن نذكر ليش حكينا انه المرضى نسبة الموت عندهم عاليه. هل المريض بيموت بسبب نقص الدم، فقر الدم، عندك انخفاض 7 أو 6 أو حتى يصير 5 انحلال دم. هل المريض بيموت بنزيف
كان عندك صفيحات كثير كثير نازلة، المريض ممكن يموت بسبب عندك نقص تروي للكلية، أو بصير في عندك كدني فيلر فشل كلوي، عندك ارتفاع كرياتين ما شفناه على المريضة، فسبب نقص تروي للكلية وفشل كلوي بموت مريض. كل هالأشياء ممكن تؤدي لمشاكل على المريض، ممكن تؤدي إنه يصير في يعني موربيديتي، يعني أمراض على المريض، لكن مو مورتاليتي. الشيء الرئيسي لهذا المرض مرضى ال تي تي بي خليهم يموتوا، أو خليهم هن يعني يموتوا، هو التخثر. تمام، في حدا ما بيطلع عنده الصوت؟ يعني عنده الجميع ولا بس عند شخص واحد بس؟ على كل حال، فالمرضى بيموتوا، مرضى تي تي بي ما بتعالجوا بيموتوا بسبب الخثرات، بصير عندهم صدمة رئوية بي اي، بصير عندهم ستروك، كل الأشياء هي بتصير بدي الوفاة مريض، ستروك كثير شديدة أو البي اي كثير شديدة كبيرة والمريض بيموت. فنحن شو نساوي؟ المرضى هدول one of the يعني نحن أحد الأشياء أحد الأمراض، أمراض الدم الإمرجنسي أو الإسعافية، معظم أمراض الدم مو إسعافية، فقر الدم وحتى اللوكيميات وحتى اللمفومات وحتى كل الأشياء هاي مو إسعافية. بتشوف مريض تاخذ وقتك تشخصه يومين ثلاثة، تعالجه خلال أسبوع أسبوعين. يعني الإسعافي اللي بيؤدي للموت إذا ما هذا أحد يعني أحد الأمور بأمراض الدم الإسعافية هي تي تي بي. احنا شو بنسوي كما بتعرفوا؟ احنا السبب هو الادم بي اس 13 هو لا اذا حد عنده صوت والله يحط ميوت. ماشي طيب، فنحن شو بدنا شو بدنا نعمل؟ نحاول يا اما نعوض الادم بي اس 13 يا اما نشيل السبب اللي هو عم يساوي الشيء هذا. السبب الرئيسي للتي تي بي هو انتي بوديز او اوتو ميون ديزيز، مرض مناعي بروح على الادم تي اس 13 بشو اسمه بلغيه او بيقلل كميته بشكل كبير كثير. نحن نعمل مثل ما بتعرفوا التي تي بي علاجها بلازما فوريسز، نحط المريض على جهاز معين مثل جهاز غسيل الكليه، ولكن بركز على البلازما. تمام، فهو بيحول بشيل البلازما السيئه بيعطيك بلازما طبيعيه. انت عندك هدول المضادات ادم تي اس 13 بالبلازما موجوده، لما تشيل البلازما السيئه تعطي البلازما المنيحه بخف الادم، بخف مضادات الادم تي اس 13 بيرتفع الادم تي اس 13 طبيعي، فبزيد سبب التي تي بي. هلا عندك في سؤال حين بيجينا الامتحانات، انه انت قاعد في منطقة مثلا بعيدة، أو منطقة ما فيها مشافي كبيرة، منطقة ما فيها بلازما فريسز، الجهاز اللي هو بحول هالبلازما بغيرها غير موجود، العلاج بصير بلازما انفيوجن. يعني أنت بتعطي المريض بلازما، يعني فريش فوزن بلازما بنسميه اف اف بيز. عندنا الهول بلود الدم كله، وهسه مثل ما بتعرفوا انا كمان عم بطلع برا الموضوع بس خلي هي مهمة. البلود او الدم لما بناخذ وحده دم هول بلود يعني دم كامل، فيه اشياء فيه كثير، فيه شغلتين اساسيات، فيه سيلز تمام وفيه بلازما. شغلتين البلازما فيها شغلتين، فيها سيرم وفيها كواجريشن فاكتورز. يعني الدم عباره عن خلايا ار بي سي دبليو بي سي بليتلتس و بلازما. بلازما شغلتين فيه سيرم كلوتينج فاكتورز. السيرم هو فيه كل شيء، يعني فيه ال H2O وفيه الالكترولايتس وفيه البروتينات وفيه كل شيء بالسيرم. تمام، فنحن بناخذ فريش فوزن بلازما من المريض، طبعا اختبارات الدم ولكن نقص الدم هي عندها الشيء هذا، ننقل البلازما اللي هو بكون فيه اصلا ادم تي اس 13 تبع المتبرع. فبنعطي المريض تبعنا عنده تي تي بي
نعطيه ادم تي اتش 13. المشكله بالحاله هاي انت عم تحل الموضوع حل يعني جزئي وحل فقط لفتره قصيره، فانت عندك الانتي بوديز موجوده لسه، مضادات الادم لسه موجوده بجسم الانسان، عم تعطيه انت ادم تي اتش 13 المتبرع لفتره قصيره كمان حيروحوا وحيخفوا بسبب الانتي بوديز، بسبب المضادات الموجوده. فالفكره انه دائما تذكروا اذا ما عندكم جهاز بلازمافيريسز بشكل مبدئي بشكل يعني شورت تيرم، نعطيه المريض بلازما حتى ما نلاقي له شو اسمه نلاقي له بلازمافيريسز. كمان بعض الامور الثانيه ممكن تساعد، الستيرويد هي مثل مرض يعني عفوا دواء للامراض المناعيه، فنعطيه كمان المريض. طيب فتذكروا هالحاله كثير كثير تذكروها، الامتحانات دائما بتجي تذكروها، بس انا حبيت احكيها مو بس انه والله عن نتيجتي، حبيت احكي كمان كيف بيجي مرضه وكيف بتعالجه وكيف بتعالج الزوجه تبعه.